أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المسلمون المقيمون في بلاد الغرب يعملون بين الكفار يوميا، فهل يقول أحسن الله إليكم: المسلمون المقيمون في بلاد الغرب يعملون بين الكفار يوميا، فهل يجب عليهم إظهار بغضهم للكفار الذين يعملون معهم، أم أنهم يخفون ذلك مصلحة للعمل؟ حسب الإمكان، كما قلنا لكم حسب الإمكان، إذا تمكن من المصارحة والإظهار يظهر، أما إذا لم يتمكن وخاف على نفسه منهم فإنه يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما. ولكن مهما أمكنه أنه يهاجر إلى المسلمين فإنه يهاجر. نعم.